إلى جوار مساكن النازحين ووسط سواق مكشوفة حفرت كحل مؤقت تشق مياه الصرف الصحي طريقها في مخيم السلطاني بريف إدلب الشمالي، محولة الشوارع إلى مجار من المياه الوسخة، واقع جعل أرض المخيم بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والبعوض، ما يهدد بانتشار الأمراض بين المدنيين. مجارير المية عم تنزل علينا من القلعة، والدبان أكلنا أكل، والبق والحشرات. عم نروح على الجامع الله وكيلك، عم نروح متلوثين أخيو هدومنا أخيو بالمجارير وبالوسخ بقى نرجو منكم إن شاء الله أن تساعدونا بفتح هذا المجرور. تموضع المخيم في منطقة منخفضة قرب الجدار الحدودي مع تركيا، وتحويل مسار مياه الصرف الصحي للمخيمات المجاورة لتعبر أرضه وتتجمع بالقرب منه، مع غياب شبكة أرضية آمنة للصرف الصحي، عوامل فاقمت من الأزمة في المخيم حتى باتت سواقيه ملعبا للأطفال. في بعض المنظمات اجوا اخذوا تقييم عن هذا المشروع، لكن كيف ما اجوا نفذوا المشروع، بالعلم انه تنفذت بالمخيمات فوق كفروسين جميع الصرف الصحي نفذته المنظمات، وهو الصرف الصحي بالاخص عم يصب عندنا هون بالمخيم، يعني لازم هون ينفذوا هون بعدين ينفذوا الصرف الصحي بالمخيمات فوق. مناشدات عدة وجهها القائمون على مخيم السلطان، خاطبوا فيها العديد من المنظمات التي تعنى بهذا النوع من الخدمات، مطالبين بمد شبكة أرضية للصرف الصحي أسوة بباقي المخيمات المجاورة والتي تم تخديمها وتصريف مياهها. غياب شبكة للصرف الصحي عن هذا المخيم والذي يشكل موقعه مصبا لمياه المخيمات المجاورة واقع فاقم من معاناة النازحين فيه، والذين تزايدت أعدادهم خلال الأشهر الأخيرة. من داخل مخيم السلطان بكفر لوسين بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم.